الحاجة اللي تميزك من مكان لمكان او تميزك من شخص لشخص الفينشينج بتاعك. اه طبعا. فده انا حبيت مثلا ان انا ما اسيبوش كده، لا لازم انا خدت بالي ان انت عامله لازم اخيطه كده، لان قماش الخياميه اسهل قماش يتفك عن بعضه، ممكن يتفك. اه طبعا. فحبيت ان انا اعمله بالطريقه دي. بس فبقيت بقى ايه الزقه كده. ممكن باخد نفس الشكل ده بحطه على مفارش زي حاجه كده برضه، اللي هو حتى الشكل او باخد اي شكل من جوه. افرديها بقى كده للكاميرا نوريها لل... لا دي قماشة عادية جدا، مش قماشة خامية. لا لا، ولا هو الصورة يعني هي مربعة زي ده في القماش وانت بتقصيها وبتركبيها على حاجة سادة. اه بصي، انا السنة دي حبيت اعمل حاجة جديدة، ان انا اكسر فكرة قماش الخامية عامة. اه يعني الحاجة التقليدية او المعروفة كل سنة ان انت بتجيبي مفرش خامية بتحطيه على السفرة. بالظبط. لا انا حبيت اكسر الموضوع ده خالص، ان انا بقيت ادخل السادة مع الخامية. وكسرت حتة الاحمر. يعني بقيت اعمل ممكن مفرش اخضر وعليه خياميه احمر في اخضر في كده، فتدي بهجه اكتر والوانات اكتر. ما بقتش حابه ان موضوع ايه ان احنا نشتغل بالاحمر بس. فهو ده الخياميه طبعا ليها، طبعا دي اساسيه في لازم تبقى فيها حته في اي حاجه، في زينه، في فانوس، في كوشن، في اي حاجه. اه انا ملاحظه بقى انت عامله كمان فوط، يعني مش كده؟ ده موضوع جديد بقى انه يبقى الفوطه عليها حاجه كده. دي انا حاجه عاملاها من السنه اللي فاتت، فابتدت فعلا تلفت نظر الناس جدا. بعمل برضو منها الالوان كلها. حسب بقى الطلب، حسب الطلب منه. طبعا. والحجم اكيد اكيد، مش كده؟ قولي لي بقى، فكره ان انا لحد اللحظه دي كل الحاجات حتى اللي بتطلع الجديده واشكال الجديده هي فيها ذكريات زمان. طبعا. ودايما هتلاقي بوجي وطمطم وفطوطه وعمشكشك و ده دول الاساس على فكره. كل كل الكاركترات اللي ارتبطت بذكرياتنا وطفولتنا وذكرياتنا في الشهر الكريم ده، ده دول الاساس. بصي، مهما بيطلع خاميه ومهما بيطلع اشكال، في حاجات ثابته ما حدش بيجي جنبها، اللي هي شخصيات، بالذات فطوطه وبوجي وطمطم وعم شكشك. الشخصيات دي اساسيه. وعالم اعتقد عالم سمسم برضو وبكار وبكار الحاجات بس دي. اكتر حاجه فعلا يعني اللي انا شايفاها بوجي وطمطم وفطوطه. دي اكتر شخصيات بتطلب. شايفه انه احنا ما قدرناش في الزمن ده وفي الوقت ده اننا نخلق كاركترات نرتبط بيها زي الزمن ده والوقت ده؟ لا مفيش حاجه. لا لا خالص، مفيش خالص. يعني الشخصيات دي ما زالت على رغم انه دي كاركترات خاصه بالاطفال، واكيد الاطفال اللي موجودين دلوقتي ما عاصروش الوقت ده وما عاشوش لا الفوازير ولا الحاجات دي كلها، ولا بوجي وطمطم ولا خالص الحاجات دي. بس لما بيتفرجوا عليها خليناهم يرتبطوا بيها. دلوقتي اساسا الاطفال اما بيشوفوا الشخصيات دي، احنا ككبار ما زلنا مرتبطين بيها جدا بطريقه فظيعه، فالاطفال نفسهم بقت مرتبطه بيهم جدا وبيحبوها. انا لسه بقول سبحان الله وانا جايه في الطريق، بقول لجوزي في العربيه ببص على صوره بوجي وطمطم، بقول له سبحان الله، هو الموضوع حبه خشب وقماش بس احنا ارتبطنا بالكاركتر كاننا جزء من عيلتنا. بالظبط. حد عشنا معاه وعاش معانا. احنا كنا بنستنى لميها قدام التلفزيون بعد الفطار فطوطه وبوجي وطمطم وكده، وبنبقى فرحانين جدا. سبحان الله. قولي لي بقى عربيه الفول وال بطاطا. والبطاطا يعني انت عامله حاجات جامع. وعربيه حمص. وحمص. صحيح. بصي انا دولت دي انا شاسيهات انا بعملها وبجيبها خام، وبحب انا اشد عليها القماش. فبحب ابتكر حاجه جديده، فاهمه؟ فحبيت ان انا مثلا اعمل بالفوم المجسم شكل البطاطا نفسها. ان انا اديها المنظر ده، وحبيت ان انا الف العجل بطريقه غريبه ما يبقاش عادي، يعني يبقى ليه شكل برضو ياخد العين. بس القدره برضو نفس الشيء. حبيت ان انا اعملها بطريقه مختلفه وكده. عربيه الحمص انا جبت الكوبايات ودهنتها. انت عامله عربيتها يعني هي حاطه كل حاجه جاهزه على الاكل بس ناقص الحمص بيستوي. ايوه بالظبط كده. وطبعا دي بالذات سعرها بيختلف، يعني لما انت بتجيبي الخامه نفسها وانت بتعمليها تختلف تماما عن لو انت بتجيبيها بقى بتستوديها من بره وكده.
طب قولي لي لو اي ست موجوده في البيت وحابه ان هي تعمل حاجه بايديها، تشتغل حاجه، تعمل حاجه بسيطه تبقى صنع ايديها هي، ايه المتاح اللي تقدر اي ست تعمله، خاصه ان هي لو غاويه الحكايه دي؟ لانه في ناس ما عندهاش. لسه هقولك، هي لو غاويه هتعمل اي حاجه، وكل حاجه متاحه، كل حاجه في السوق وطول السنه متاحه. هي الموضوع بيبقى عايز صبر وفن. عرفتي هتعرفي ازاي تفنيني حاجه لبيتك مميزه؟ ازاي تطلعي من القماشه اللي قدامك ديت كذا حاجه، وحاجه مختلفه بالظبط، بتبقى انت بس مميزه بيها. فهي دي الفكره. يعني اي ست حابه الموضوع ده سهل قوي ان هي ممكن، لان دلوقتي الخياميه بقت مشهوره، ان سهل انك هتلاقي بتوع الشاسيهات، سهل ان انت هتلاقي القماش، سهل هتلاقي الشراشيب، كل حاجه. كل شيء متاح. بس كل شيء، بس هي فكره برضو، انت كلمتي على فكره الاستيراد، وان احنا في ناس كتير قوي بتروح تجيب الحاجه من بره خاصه من الصين، وتبدا تنزل تباعها هنا، حتى يعني الفوانيس. وعايزه اكلمك برضو كمان عن تطور شكل الفانوس. يمكن احنا الفوانيس دلوقتي بقت، او الحاجات اللي بقت فوانيس ما لهاش علاقه بالفوانيس الحقيقه خالص، او ليها ولا ليها علاقه بشكل الفانوس خالص. بس حتى لو في عروسة شكلها ما حصلش للبنات وبتغني وحوي يا وحوي، دايما هتلاقي بنروح على الفانوس بتاعنا بالظبط. هو ده.